السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة زومست الإلكترونية وأرحبكم في برنامج بالمكشوف. أصبح الشاب حسن موريز حاضرا بقوة في الساحة السياسية المحلية الجهوية الوطنية وربما الدولية. ليس صفته العائلية فقط من خول له ذلك، بل حماسه الشديد واندفاعه السريع نحو القمة عجل بتحسين تموقعه في البوصلة السياسية بالمغرب. الوجه الآخر لحسن موريز سنكتشفه معا في برنامج بالمكشوف بعد الفاصل. تحية مجددة مشاهدينا الكرام. سي حسن موريز، مرحبا بك في برنامج بالمكشوف. السلام عليكم. طيب، في عادتنا في برنامج بالمكشوف خلال بداية البرنامج عندنا سؤال روتيني باش تعرف عليك المشاهد أكثر. ممكن تكشف للمشاهدين الكرام فين تتي وأين تنزلتي وكذلك فين قريتي هنا في طنجة والشواهد المحصل عليها، مجواج لا المهنة ديالك؟ أعتقد بأنه الاسم كتعرفوه، ازددت ب طنجة المدينة في سنة 1978، يعني عمري اليوم 35 سنة، في شارع ولي العهد تحت الولاية ببضعة أمتار. كبرت هناك وكانت أولى الخطوات الدراسية ديالي بمدرسة الأمانة، المدرسة الحرة أمانة. بعد التحقت بإعدادية ابن بطوطة واللي ما زال كندوز حداها وكنتفكر ذكريات جد جد جميلة. البكالوريا حصلت عليها في ثانوية زينب المفزاوية المختلطة، وتم تعرفت على الزوجة ديالي ياسمينة، وكانت أيام يعني قوية جدا من حيث الذكريات ومن حيث التاريخ اللي دوزناه. مباشرة بعدها التحقت بتجربة فريدة من نوعها بمدينة باريس، والحمد لله نعم علي الله وتخرجت من المدرسة الخاصة للأشغال العمومية، هي مدرسة جد معروفة، هي مدرسة عليا للمهندسين، والتكوين فيها يخضع إلى 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 مسألة علمية يعني في مستوى أنتم كتعرفوا كيف كيكونوا المدارس ديال المهندسين. إذا بعدها رجعت لطنجة في سنة 2001، كنت من بين الأشخاص الذين ساهموا في تدبير أو تفويت المرفق العام ديال النظافة إلى الخواص في ذاك الوقت في شركة سيسبا نظافة، وكانت مرحلة جد صعبة تعلمت منها الكثير. دايوغ طنجة عرفتها أكثر ملي خدمت مع سيسبا نظافة، ثم تعرفت على أحياء في بني مكدة إلى غير ذلك. وبعدها في مدريد عاود خدمت في الحدائق العمومية والساحات من أجل أن أكتسب واحد التجربة فيما يتعلق بالمرفق العام الجماعي. ومباشرة بعدها التحقت بالشركة العائلية حيث نستثمر ونتاجر في العقار في لمدة تفوق اليوم 30 سنة. طيب، هناك من يسميك بالفتى المدلل في حزب التجمع الوطني الأحرار أو ابن الوليد المطيع الذي ولج عالم السياسة من بابها الواسع، أي الوصفين تختار سي حسن بوريس؟ لا، هو الفتى المدلل كاين واحد في طنجة، ماشي هو أنا. شكون هو؟ هذا السؤال يعني نقدر نقول لك بأنه ولوجي للسياسة كان رغما عن أبي وأمي، يعني كان يفوق حتى رغبة الأب اللي ما عمره ما رغب باش نتفاعل سياسيا على الأقل في الفترة الحالية، لأنه كان يريد مني أن أتوجه إلى المقاولة وإلى تطوير المقاولة بعيدا عن هذه الصراعات اللي أحيانا تم كتعرفوا المشهد السياسي كيف عمل بصفة عامة. جوابا مباشرة على ذلك، ما يعتبرني الآخر، كيف يصفني الآخر، هذا مسألة تتعلق بفكره ورأيه، ولكن أخشى أن يكون ذلك مجالبا للصواب. إذن بالمكشوف أنت ضد الوصفين ولك وصف ثالث؟ أعوذ بالله من قولة أنا هو من أنا. لا أعتقد بأنه هناك أحد يتحكم في قراراتي،
كنت صادقا معكم حينما قلتم لكم بأنه أبي منعني من السياسة وأمي كانت تسبح لله بأن لا أمارس السياسة، ولكن شاءت الظروف أن أمارسها وأحبها وأحب ممارستها، وأتمنى أن أكون في مستوى تطلعات الوطن. طيب سي حسن، دائما بالمكشوف، هل تعتبر نفسك الوريد الشرعي لعائلة بوهريز في السياسة؟ عائلة بوهريز هي كأي أسرة أنعم الله عليها من كل فن طرف، من العلم، من الكثرة، من التجارة، من الرزق، ابتليت بعالم السياسة، فبالتالي تخضع لجميع المعايير والمساطير أو الطبيعة التي تخضع لها جميع العائلات. من يحب السياسة في عائلتي أكثر هو عبد العبد الضعيف، يعني من هو مبتلى أكثر هو هذا العبد الضعيف. ماذا سوف يقع غدا؟ لا أعلم ماذا يقع. عسكو واش يعني هذا سؤال في نوع من التنبؤ والكهنة اللي ما نقدرش نجاوبك عليها. هل سأستمر في السياسة أم لا؟ المسائل لا يعلمها إلا الله. طيب، من تكلمتي سي حسن على تدبير الشأن المحلي بمدينة طنجة، شنو تقييمك لأداء المجلس الجماعي بطنجة برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة؟ السؤال جد عميق، أعتقد بأنه خص وقت طويل. نحن نأسف عما وقع سنة 2009، لأنه خلقل الموازين وأدخل المدينة في بؤس ربما لن نخرج منه بطريقة سهلة. مجلس مدينة طنجة أو البلدية أو الجماعة الحضرية اللي خصكم تعرفوا بأنه هناك من يريد أن يتحكم فيها عن بعد، وهذا الشيء نرفضه. ممكن تكشف لنا سي حسن من يتحكم في المجلس الجماعي عن بعد؟ كل مرة شكون يعني ما كاينش شخص معين، ولكن يكون هناك عنده رغبة أن ينصب أشخاصا يعني عنده معهم علاقة ولا شي حاجة بحال هذا. هذا الشيء هو اللي رفضناه، خصوصا بانه داك يعني ملي تفرض واحد الاسم ولا تفرض واحد الشخص، ملي كيجي داك الشخص ويسيء الى العمل الجماعي تكون النتيجه اعتقد بانها مضاعفه. العمل الجماعي اليوم مع السي فؤاد العماري وبكل صراحه اقولها تحسن اداؤه بكثير. المكتب حاضر كيواجه المواطنين، يواكب التطورات التي تعرفها المدينه، ولكن هذا راجع أساسا لأن هناك أحزاب عندها تمثيلية وقوية وحاضرة، وهناك أيضا رغبة جهة من المعارضة باش تجاوز واحد المرحلة اللي عرفتها المدينة واللي حنايا لسنا سببا فيها ولسنا طرفا فيها. أشياء فرضت علينا، لكن في نفس الوقت أؤكد بأنه مجلس المدينة بصفة عامة أو بصفة خاصة هو مجلس محتاج للنزاهة باش يقدر يعطي النموذج والمثال من جميع مكونات مجتمع المدينة. طيب، ما يلاحظ اليوم داخل المجلس الجماعي لطنجة أن هناك توافق بين المعارضة والأغلبية، هل هذا نتيجة لدخول أو لوجود حزب العدالة والتنمية في الحكومة؟ لا ابدا، الحزب العداله والتنميه منذ ان ولج مجلس المدينه اول تجربه ديالو اعتقد هي سنه 2009، وكانت حسب اللي فهمت بانه ديما كانت عنده رغبه باش يشارك، عمر ما كانت عنده رغبه باش يعارض، معناها بانه ليس في خلاف مع احد. المعارضه تفرضت عليه بطريقه قيل عنها الكثير انتم كتعرفوه. حاولنا باش نعالجوا هذا المشكل شيئا فشيئا، ونقنعوا الاخوان والاطراف بانه هذا الإقصاء لا معنى له، لا يخدم مصلحة المدينة ويخدم أشخاص ومصالح أشخاص فقط. إذن بالمكشوف، هل أنت مع مشاركة حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن المحلي بمدينة طنجة ودخول المكتب المسير للجماعة؟ هذا رأيي كيبقى يعني غامض اليوم. الجماعة والانتخابات الجماعية ما بقاش بزاف، بقى تعاونوا على ما أعتقد، وما سوف يتحكم في التحالفات هم النتائج. إذن هل يمكن أن نرى التحالف القائم بين حزب التجمع الوطني الأحرار والعدالة والتنمية على المستوى الوطني يفعل داخل الجماعات المحلية، وأن
تشارك الأحرار والعدالة والتنمية في مكتب واحد داخل الجامعة الحضرية بطنجة. هذه أشياء ترجع إلى المعنيين بالأمر، هم أعضاء مجلس المدينة الذين سوف يقررون بينهم وبأغلبية مع من يريدون أن يتحالفوا. لذلك رأيي قد يحبه الكثير وقد يزعج الكثير، ولكن أهم في الرأي ديالي أنه لا يهم. الرأي ديالي بأنه في وقت التحالفات سيجتمع أعضاء مجلس المدينة المنتمين لحزب التجمع الوطني الأحرار، ولحيانا الله ضير ما عرفناش واش غنوصلوا لذاك النهار ولا لا، وغيقروا في التحالفات ديالهم وفي المصير ديالهم. السي حسن بوريز بالمكشوف، هل يطمح حسن بوريز لعمادة مدينة طنجة لبناء انتخابات الجمعية المقبلة ل 2015؟ في الحقيقة هذا سؤال لا أخفي عليكم يراودني أحيانا، عن الطموح أو من أجل الشرف أو من أجل أشياء كثيرة، لكن حينما أعالج القضية بموضوعية بطريقة علمية أرى بأنه هذا الموضوع هذا بعيد جدا هذا الساعة، لا يتعلق بي، يتعلق بالتحالفات، يتعلق بالقرارات اللي نقدر نقول لك في هذا الموضوع بكل صدق، لأن يعني التجمع الوطني الأحرار اليوم عنده أكثر من حسن بوريس كمرشح، كاين أسماء تستحق التشجيعية كذلك، وعندنا العنصر النسوي كذلك، ماشي في شخص سعيدة شاكر مثلا، في نساء أخريات. ممكن تكشفنا على بعضهن؟ كتعرفوا بأنه لا كاين أسماء يعني في المستوى اللي سيرت لا اف اس تي مثلا بحال الدكتورة أمينة أزماني، كاين أخت زهور الغزاوي دايرة قيادية في المكتب السياسي، امرأة فاعلة جمعوية قديمة جدا، نقولوا لها تعطات لها الفرصة ما نجبروش حسن منها. وبالنسبة للعنصر الرجالي؟ العنصر الرجالي كاين سي عبد العزيز بن عزوز، كاين سي رضوان الزين، كاين سيون الشرقاوي اللي هو رئيس المقاطعة. بعد الحال كيجي من بعد لما لا، كاين الاسم ديال حسن بوريز هو مطروح للنقاش صراحة، ولكن صدقني أنا كنعمل هادشي كنعملو يعني كنعمل السياسة يعني بممارسة فيها كثير من الإخلاص، وبالتالي هذا الموضوع أنا كنخليه للساعة ديالو، نخليه هو غيكون شي واحد ولا ما كانش زيد غيكون عمر غيكون هذا، نتمنى ان يكون احسن واحد في المجموعه كلها ويتم اختياره وفقا لكفاءاته وسمعته وتواجده الى غير ذلك. طيب سي حسن بوريز، رجعوا لدواليب حزب التجمع الوطني الاحرار، اش وقع في شيبه الحزب بما كذا، وشنو حقيقه الصراع الدائر بين حسن بوريز كشخص وبين بقية الشباب الذين أقدموا على تقديم استقالتهم في محطة معينة؟ بالنسبة للشباب أولا هو جهاز موازي لا يمثل ثقلا كبيرا داخل مؤسسة الحزب، يعني بالتالي ما أثير حول هذا الموضوع هذا كانت ضجة رغبة في النيل من شخص معين أو من عائلة معينة إلى غير ذلك، لكن على مستوى هذا الجهاز وإذا أردنا أن نقيمه شنو نقول لك، يذهب من حسن إلى أحسن، هذا هو اليوم ما أتصوره، وربما نقدر نكون غلط، لأنه طبيعة الحال الإنسان اللي كيدخل واحد الميدان ما كتكونش عنده التجربة الكافية، ما كيكونش عنده النضج الكافي باش يتعامل مع المعطيات إلى غير ذلك، لكن مع المدة نكتسب التجربة ونكتسب الطريقة كيف نتعامل مع الأشخاص داخل هذه الشبيبة. كان عندنا قرار واحد هو ولا بغينا تخليق الحياة السياسية خصنا نبداوها من جذورها، دونك الإنسان الذي يخونك أو الإنسان الذي هو متواجد معك من أجل مصلحة ضيقة، هذا الإنسان لا يمكن أن ترجى منه خيرا لمدينته أو لبلده إلى غير ذلك. وأتعجب ولا أتعجب في نفس الوقت بأنه إنسان كتشوفه وعرفتي الممارسات السيئة دياله وعرفتي بعض الأشياء حوله وكيخرج يعني بوجه حمار بحال اللي كنقولوا ويتكلم ويتحدث عن الوعود وعن السياسة وعن كذلك،
ولكن اللي عطى الله السوق هو هذا بحال اللي كيقول. ولكن السي حسن بالمكشوف هناك من يتهمكم بانكم عقدتم صفقات مع الشام من اجل الانخراط في حزب التجمع الوطني الاحرار والالتحاق بالشبيبه ديالو، ولما لم يفي السي حسن بوريز بالتزاماته قرروا الانسحاب بهذه الطريقه. تقدر تقول لي شنو هما هاد الصفقات؟ انا لم ما نقدرش نقولهم لك، ولكن هذا ما يراجع. نقدر نعاونك بالفلوس، نقدر نخدمك، نقدر كذا، نقدر كذا. أولا الإنسان طلب منك واش ممكن توظفني؟ كتفهم أنت بأنه سأساعده على التوظيف، ياك؟ وهذه المساعدة راه عندها يعني معايير. كاين الحمد لله الناس ساعدتهم باش يتوظفوا، ماشي في القطاع العام، القطاع الخاص. كاين ناس اخرين كنشجعوهم باش يعملوا المباريات ديالهم. انت كنائب برلماني، شنو الموقف ديالك من هذا المحضر اللي وقعته الحكومه ديال السي عباس الفاسي مع هاد المعطلين اللي كيدافعوا على الحقوق ديالهم؟ موقف صعب جدا، موقف صعب جدا. خلاصته وجوهره اليوم الحكومه مطالبه باش تقول الصراحه للناس، تقول لهم بانه الثقل ديال الميزانيه اليوم ثقيل، بالتالي راه هي غير قادره على توظيف كل هذا العدد في ضربه واحده، ولكن راه نتحمل المسؤوليه. هناك استمراريه الدوله مرسوم تم توقيعه يجب تنفيذه، فبالتالي خص الحكومه تلقى الحل وتتحمل المسؤوليه ديالها. على الاقل انا كنقول ولا فتحت الحكومة حوار علمي مع هاد المعطلين اللي محصورين في عدد، طونسيون راه محصورين في عدد، فتحت معهم حوار وبداو كيتناقشوا وبدا نقاش جدي جنبا إلى جنب، راه غنلقاو حلول. ولكن باش نسدوا الباب، لأن قضية موقف اليوم بالنسبة لذاك الشباب تفوق يعني الأجر وإلى غير ذلك، ولات قضية موقف. هذه الدولة، هاد الناس كيقول لك هذه راه الدولة ماشي اللعب. تم توقيع على مرسوم، يجب هذا المرسوم تنفيذه. طيب نرجعوا للعلاقة ديال حسن بوريز بالشبيبة كذلك بالمجتمع المدني، اش العلاقة ديال حسن بوريز المجتمع المدني بطنجة؟ وهل فعلا حسن بوريز يمتلك جمعيات يوظفها في المجال السياسي؟ بالنسبة للعمل الجمعوي نقدر نقول لك بأن هذا العبد الضعيف يمارس الرياضة منذ طفولته، مارس واحد مجموعة ديال الرياضات بدءا بكرة المضراب، كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، وكنت يعني أقود منتخب مدينة طنجة في كرة اليد ديال الثانويات بالخطيب وزينب إلى غير ذلك، ثم الجولف. فبالتالي الحياة الجمعوية ديالي تمحورت حول الرياضة، واليوم أعود إليها ليس كممارس، وحتى وإن ما زلت ممارس، كنهضر معك دابا وربما عندي موعد باش نمشي نلعب شوية ديال التنس، اليوم أعود كممارس، ما زلت ممارس، ولكن أحاول أن أساعد هذه النوادي في تألقها ليس أقل وليس أكثر. بالنسبة للدعم للعمل الاجتماعي والدعم ديال الجمعيات، أنا شخصيا بعيد عن هذا الموضوع، هذا بعيد، لأنه لا أمتلك الصفات أو الاختصاصات. هادو اختصاصات ديال مجلس الجهة واختصاصات ديال مجلس المدينة. بالنسبة لمجلس المدينة راه خصكم تعرفوا بأنه من يترأس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بمجلس ذكرى نائبة برلمانية، وهي النائبة الأولى للسيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، وهي يده اليمنى وامرأة ثقة، لا تحابي أحدا وترفض طلبات مجموعة ديال الجمعيات تابعة للأغلبية، تابعة لحزب التجمع الوطني الأحرار ولحزب الأسرى والمعاصرة ولحزب الاتحاد الدستوري، وتقبل مجموعة من الملفات ديال واحد الجمعيات ديال المعارضة لأنها عندها الصفات. قضية ثانية بأنه مناقشة منح الجمعيات تمر عبر لجنة ممثلة من جميع الأحزاب السياسية، والقرار إذا كانت هناك حقيقة
يعني خروقات او توظيفات او شي حاجه كانت تارت في اللجنه، ولكن اللجنه ديما كتوقع على المحاضر ديالها. لحد الساعه ما عمرنا ما سمعنا شي حاجه من اللجنه. جوج الحاجات، يا اما هذه اللجنه كدير شغلها مزيان، وانما هذه اللجنه كامله ما صالحاش بالناس كاملين اللي فيها ما صالحينش. هذا بالنسبه لمجلس المدينه. بالنسبه لمجلس الجهه كنقول لك بانه اليوم انا في اختلاف مع التصور الذي اعتمدته الجهه منذ تأسيسها سنة 1997 في طريقة توزيعها الميزانيات ديالها. ميزانية اليوم ديالها طريقة توزع بشكل حزبي أكيد، أي نعم، بأنه الحزب حينما يوجه دعم من واحد الجمعية التابعة على أي حزب، أنا أتكلم ماشي تجمع، تجمع راه عنده 25% من الجهة، لا أقل ولا أكثر، مع أنه يقود مجلس الجهة. وخا هذا الدعم اللي كيعطيو الاحزاب للجمعيات المقربه اليهم، جميع الاحزاب وعنده دعم، عنده مردوديه، لانه حزب مثلا كيقول لك انا خصني نمول القنطره فلان فلانيه، حزب كيقول لك انا خصني نمول الطريق القرويه رقم فلان فلانيه فلان فلانيه، حزب كيقول لك مثلا خصني مدينه طنجه نعطيها دعم اجتماعي لا تحتاج الى التجهيز، لانه التجهيز عنده دابا طنجه الكبرى الى غير ذلك. لكن سي حسن، إذا حسن بوريز يقر بأن فعلا لحزب تجمع الوطني الأحرار أو لحسن بوريز جمعيات تستعمل في التروي السياسي للحزب؟ أبدا أبدا، حزب تجمع الوطني الأحرار عنده أعضاء ديالو وهم فاعلون جمعويون يعني بدرجات ممتازة، بدرجات ممتازة. الناس هذو بحالهم بحال المغاربة، راه المغاربة تا هما عندهم كيعملوا عمل جمعوي كيدعموا به الشعب طبق مساطير قانونية. انتخابات، موضوع انتخابات موضوع آخر، لأنه انتخابات لا تخضع بالضرورة لهذا العمل الاجتماعي وداك الشيء. ثانيا راه الأحرار معروفين، عمرهم ما كانوا يعني مرتبطين بالعمل الاجتماعي. ربما سي نصرو بأنه ملي بدينا كنشتغلوا في العمل الاجتماعي، ربما هذه القضية أصبحت تزعج البعض، لأنه رأوا فيها نظرة توسعية للحزب، هذا الحزب اللي كانوا كينتظروا باش ينهزموا بالضربة القاضية مباشرة بعد تشكيل مكتب مجلس المدينة سنة 2009 ولا بقيت عاقل، من ثم هما ينتظرون سقوط التجمع الوطني الأحرار. طيب سي حسن، اكشف لنا وكن شجاعا عن هذا البعض. من البعض الذي يتكلم عن الذي ينتظر سقوط الأحرار من خلال ممارسته للعمل الاجتماعي؟ الكثير الكثير الكثير، ماشي شخص، هذه راه قضية ماشي فيد شخص، ولكن الكثير كان يتنبأ بسقوط تجمع الوطني الأحرار، لأنه الأصالة والمعاصرة تفرض على الحزب في مدينة طنجة، ويعني وكانوا كيقولوا بأنه الأحرار مشى غياكلوا الأصالة والمعاصرة غتاكلوا، وكان الكل حتى بأنه في 2011 انتخابات ديال 2011 البرلمانية لم يكن أحد يراهن على سعيد شاكر، خصوصا بعد عزل البرلمانيين من الحزب، خضينا قرارات عزل البرلمانيين من الحزب ولا أحد كان يراهن، وإذا هي تكسب مقعدا أستطيع أن أقول لكم بأنه مقعدا كان مريحا بالنسبة لدينا، ولم نكلف نفسنا جهدا كبيرا من درجة بأنه جينا تانيين 11000 صوت، وهي نتيجة مشرفة. طيب سي حسن بوريز، وصلنا الى الفقره النهائيه ديال البرنامج، نعطيك خمسه ديال الاسماء او المؤسسات وتعطينا رايك فيهم في كلمه او كلمتين. الاتحاد الطنجري لكره القدم لم تركب بعد المسار الصحيح. المجلس الجماعي للشباب بطنجه فكره. الاعلام المحلي في تدهور. مشروع طنجة الكبرى. لبنة من اللبنات التي شهدتها المدينة بمجيء محمد السادس إلى الحكم. الوالي الجديد القديم محمد اليعقوبي. مؤسسة الوالي تتحسن تدريجيا أكثر فأكثر من الحسن إلى الأحسن بعد مجيء محمد السادس ورهانه على جهة طنجة تطوان. طيب شكرا لك سي حسن بوريز على قبول دعوة البرنامج. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى من برنامج بالمكشوف على قناة زوم ست الإلكترونية. هذا نصر العبدلاوي يحييكم، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.